لحظة. تفضل سيدي. كيف صحة المدعي العام؟ مصاب، الرصاصة دخلت كتفه، هو بسيارة الإسعاف. وين عيلته؟ هن جوا سيدي. شكراً لك. العفو سيدي. شو عملتوا؟ خلصنا شغلنا سيدي. طيب ابعتوهن على قسم الفحص. حاضر سيدي. خلينا نروح. بترجاك خلينا نروح عندي جيت. بترجاك خلينا نروح. لا تعملي هيك ستسونا، هالشي صعب وانت بتعرفي الوضع. شو يعني صعب؟ انا بدي روح لعنده. شو انت جنات يعني؟ هاد زوجي وانا ما بعرف وين اخدوه. بدي روح اطمن عليه، بدي ضل جنبه. ما بتفهم؟ فهمان عليكي ومقدر. ست سونا تأكدي نقلوا المدعي لمكان آمن، لأنه الحادثة جديدة، الفاعل مجهول وما منعرف شو ممكن يعمل لسه. هالشي ضروري لسلامتنا. بدي إياك تروقي يا ست سونا. ماما، بابا ما رح يموت، ما هيك؟ كنا رح نقطع الكيك. ما رح يموت، بده يرجع. مو رح يرجع ماما؟ رح يرجع حبيبي. ما رح يصير شي لبابا وهو بخير. كل شي رح يتحسن يا عمري. بعدك إنه بابا رح يرجع. اسمعي، خلونا ناخدكن لمكان آمن، ما بيصير تبقوا لحالكن هون. أنا ما رح أطلع من هون. بدي ضل قاعدة ببيتي لحتى يرجع زوجي. عم تفهم؟ مستحيل إني أطلع من هون. ايبرو حبيبتي، اصلي سمعتي الخبر؟ تهجموا على بيت النائب يا جيد اصلان. لا ما فيك تمر. لوين يا سيدي؟ ترجع لورا. بعد لورا. خليك بلو سمحت. عملتوا خلاص يا شباب، اتركوه خلوه يمر. ما في مشكلة.